بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: باسم حضرة صاحب السمو أمير بلاد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام، يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور له الشيخ فواز دعيج سلمان لحمود الصباح، إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه، وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.